الريادة ليست دخيلة على منطقتنا العربية. في هذه المنطقة ابتكر الإنسان الأبجدية والكتابة، ومنها خرج الجبر والحساب، وفيها بنيت أول جامعة في التاريخ، ومنها خرج رواد الطب والفلك والكيمياء والرياضيات والهندسة. أخذت حضارتنا من باقي الحضارات وأعطتها، وانتفعت من جميع الثقافات ونفعتها. إن الماضي الذي نتحدث عنه يعطينا الدروس والعبر للمستقبل، فالماضي قد مضى بخيره وشره وإيجابياته وسلبياته ونجاحاته وانكساراته، ولا نستطيع أن نغير في شيئا سوى أن أخذ العبرة، ولكننا نستطيع بكل ثقة واقتدار أن نصنع مستقبلنا ونتحكم فيه. التاريخ لا يغير إلا أصحاب الشجاعة والإبداع. نؤمن بالإنسان أكثر من ما نؤمن بالمال. أدعو الحكومات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين وأساتذة الجامعات والأثرياء ليتقدموا ويتحملوا مسؤولياتهم. دولة الإمارات لن ترتاح، لن ترتاح إلا بتحقيق النهضة الحضارية في كل أرجاء المنطقة. وأنا عملي كبير، والعرب عندهم مقومات الحضارة.